السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جايزكم في جديد اليوم رمضان، راح نلعب لعبة ماينكرافت. ومثل ما انت عارفين معي واحد، مثل ما انت عارفين شايفين بيته ذا. كيف نحطه بابا؟ كيف نحطه السيف؟ هات نحطه طن عيول اياد. احنا عندنا دروع، هو يلعب بسبب على الجوال ونلعب على سوني. يا بجوال مع سوني كيف طيب يا عيال؟ لقيتكم الحل معي الحل. انا خبره على يد الحين تنكسر. يلا تحكي سيف غني. يلا انا الغني. ما تعرف بيتي اكبر من بيتك يا حمار. انت لابس وانا دامج. شوف الدامج اغنى، لابس اغنى الدامج. لا انا الصاد. انت عندك بيبان سودا وانا عندي بيبان زرقاء. بيبان الزرقاء انت لابس عند... يلا عادي وانا ابيض، يعني ابيض دامج. يعني انت غني وانا فقير. خلاص انا فقير. يلا فاليوم بسوي فقير وغني. فيلا عيال خلونا نبدا. طبعا الاغنياء وشكرا كلنا معاهم نفس البيت، يعني بيتي يكون حق اغنياء. انا خلاص مين الاغنياء؟ ترى راح اخدمك انا لعسيف وحده جوال. طبعا عيال يلا خلونا نبدا. يا صباح الخير. راح ادق الغنية الثاني مع السيف القوي. وداني هذاك المرة يديني اشياء حلوة، يدبقني. عندي اكس هذا قوي، عندي هذا تمام. الان بدق على اللي هذا حق السوني. ابي اكل يا اخي، ابي اكل يا اخي. يا شوف انقلع قيام. خلني اروح طيب على الجوال، خلني اروح عند واحد ثاني. طيب ذاك الغني الثاني اللي مين؟ انا 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 انا. طيب يلا 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 اسمع. اديني اكل اديني اكل. اخذت لك الاكل مخفي، ما ادري كيف حاط لي. بغرزه في السيف طعم. يلا خلينا نام. كت بنام. من قاعد على الباب. نعم نعم. طيب جاي. ايش فيه ايش فيه ايش فيه؟ ايش في صاير؟ تعال وقف مكلف، وقف مكلف. اقول ابلع اطلع برا بيت الغني. كيف انا نام فرح نام بس فقط فش. ابو
كان لك صوت غريب. في صوت غريب اصبعتك. شبعتي شبعتي. هذا بعتي يلا. أكبر بيت في الحالة يعني شيء. سيوف دام يعني معي الأغراض القوية دي ومعي بلوكات دام ترى على فكرة. معي الساك تاعي. 50 مليون. يا الله المهم بروح أنام. صباح مزعجنا كذا. نعم ايش تبي؟ ما يصلح تقول ايش تبي يا اخي. ما في جيم قبل سمعت صوت سكين. يلا سمعت صوت سكين. مالك خلينا نكمل شوف شنو اذا محمد دب هذا حيقول لهم علاش انا اضغط اكس اخي اكس انت دقيقه بس بقص في المقطع.